نهار الحد فاتح مي. شوفوا الزهر العور كي داير، الحد وفاتح مي، يومين في النهار واحد ديال قله ما يدار. هاد النهار سيادنا هو النهار اللي غتزاد فيه، وغادي تهنى امي من 9 شهور ديال العذاب و9 شهور ديال ضرب الكرش وماكله الفاخر وشمال القطره الكحل والزعتر الاصفر وبوغلي بالموف. الله ما راحه. خرجت الدنيا كنبكي عادي بحالي بحال كاع البراش ديال العالم، وباينه غنخرج كنبكي. شنو زعما كاين شي واحد كيخرج كيضحك؟ لا 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 كاينه، تقدر تكون في شي فيلم مغربي. الحمد لله خرجت من كرش امي وانا كنسمع الواليد والوالده كيهضروا، وخوتي فرحانين بيا والصغارات يعني خوكم ولد عائله. فهاد الوقت ما كنتش عارف باللي انا هو العاشر في الليسته ديال خوتي. الواليد كان هداف تبارك الله، السونتر غوش دروات راق جول. يا الله يا الله، لا يمكن ايقافهم سوى خارج الملعب. السيمانه الاولى النقاش الوحيد اللي كنسمعوه هو شنو غنسميوه. باغي يسميوني الوالد، باغي يسميني بوجمع على باه، امي باغيه تسميني عبد القادر على باها، واختي كتقول لهم سميوه عبد الحليم حيت اختي عندها مزيان مع داكشي ديال السواح وانا ماشي ليالي. كل واحد كيتغاوت من جهه، ولكن عجبني فيهم الوالد. اللي بغى يسميه يشري ليه الذبيحه. هنا كلشي ضرب الطم. وهاد لوبسيون كاينه عندنا بزاف حنا، الشفاوي 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 والمعارضه المعارضه المعارضه. وفاش كنوصلوا للمعقول والشترا ديال الذبيحه كلشي كيضرب الطم وكيسميني الوالد بوجمعه. نتشوفوا في الحلقه الجايه.